اليوم نوقع بمقر الاتحاد المغربي للشغل اتفاقية جماعية لشركة جد مهمة في الاقتصاد الوطني للبلاد ديالنا اللي كتعمل في مجموعة ديال القطاعات المهنية اللي كتشغل ما يناهز 1500 ديال الأطور وديال العمال وديال العاملات والأجراء. بالطبع هذه الاتفاقية الجماعية الهدف ديالها هو تحسين الأوضاع المادية والمهنية ديال الأجراء، كذلك الهدف ديال هذه الاتفاقية وهو ضمان، وأقول ضمان، الاستقرار في العمل، وكذلك تحسين الإنتاجية والمردودية ديال الشركة، واللي أهم وهو ضمان السلم الاجتماعي داخل هذه الشركة. فهذه السياسة ديال الاتحاد المغربي للشغل منذ سنين، لأن كما تعلمون مدونة الشغل فهي حد أدنى للقوانين الاجتماعية، ما يسمى بالفرنساوية سيتان سميغ سوسيال. الاتفاقية الجماعية كتعطي أكثر من القانون ديال الشغل، أكثر من المدونة، وبالتالي فهي عندها واحد التأثير على الأوضاع ديال الأجراء ديال القطاعات. الحمد لله في الاتحاد المغربي للشغل موقعين العشرات ديال الاتفاقيات الجماعية في قطاع الأبناك، لكل أبناك لنا اتفاقية جماعية، في قطاع البترول والغاز والمواد المشابهة، في قطاع الكيماويات، في قطاع المطابع، وفي قطاع توزيع الماء والكهرباء، في قطاع إنتاج الطاقة، واللائحة طويلة. وإنما كانت الاتفاقية الجماعية كانت العلاقات المهنية جد جد طيبة. فكنتمناو باش مجموعة ديال أرباب العمل يسنوا هذا الطريق ديال توقيع الاتفاقية الجماعية. وهنا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب كنتقاسموا كما كتعرفوا لا سي جو ام اللي هي كتمثل أرباب العمل، كنتقاسموا نفس الرؤية، وغادي نمشيو في هذا النهج هذا في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة ديال بلادنا اللي ما أحوجنا لمناصب الشغل، الاستقرار في العمل وتنمية التشغيل. محطة اليوم هي محطة نضالية، ونقدر نسموها واحد العرس النضالي اللي هو كبير. اليوم شركة إنجي كتوقع الاتفاقية الجماعية ما بين الإدارة ديالها والمكتب النقابي المنضوي تحت الاتحاد المغربي للشغل، وتأتي هذه الاتفاقية الجماعية كخلاصة لحوار اجتماعي ناجح ومثمر بالشركة، حوار اجتماعي اللي مبني على مبدأ رابح رابح، واللي ساهم فيه المكتب النقابي بواحد الشكل كبير بتأطير من الاتحاد المغربي للشغل. واليوم ثمار هذا الحوار الاجتماعي داخل الشركة توج بهذه الاتفاقية الجماعية اللي نأمل من خلالها تحسين مكتسبات العمال والعاملات والمستخدمين التي راكموها عبر سنوات طوال، وكذلك هي آلية لتعزيز الحوار الاجتماعي داخل هذه الشركة.